إذاعة أسنى. هذا صوتكم، صوت إذاعة أسنى. صوت الأريتريين في كل مكان، صوت النضال من أجل الحق والسلام والديمقراطية والأمان. يأتيكم صوت أسنى كل جمعة في 8 مساء عبر الأثير، ويمكن لمستمعينا في أريتريا والمنطقة المجاورة يأتيكم الإرسال على الموجة القصيرة 19 متر باند، وبذبذبة مقدارها 15245 كيلو هيرتز. ويتابع صوت أسنة الإريتريين في الداخل والخارج عبر شبكة الإنترنت، حيث تبث البرامج على مدار الساعة، وذلك بالدخول على موقع الشبكة asna.com. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أغدس الدروب، من أغدس الدروب. أعزائنا مستمعي إذاعة صوت أسنة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مع تمنياتنا أن تغدو أوقات طيبة عبر فقرات برامجنا لهذه الفترة، حيث سنبدأها كالعادة بالأخبار، ومن ثم سنقدم لكم حديث اليوم، وهو ملخص لتقرير خاص أعده موقع فرجت عن الإدانة التي قدمها المجتمع الدولي بشأن الوضع المتردي لحقوق الإنسان في أريتريا، وذلك في اجتماع الدورة العادية 23 لمجلس حقوق الإنسان. ومن ثم ستستمعون إلى توصية المجتمع المدني الأفريقي تحت عنوان المجتمع المدني الأفريقي يدعو الاتحاد الأفريقي إلى التحرك بخصوص أريتريا. وقتا طيبا أتمناه لكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من إذاعة أسنة، وقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذا اليوم، أستهلها بالعناوين: أسرة أفورقي تسيطر على المال العام والإعلام والأمن، كندا تطرد قنصل نظام أفورقي من أراضيها، مصرع 15 شخصا على الحدود السودانية الليبية أثناء تهريبهم إلى ليبيا، اليمن تحذر أفورقي من تداعيات التدخل في شؤونها الداخلية، البرلمان السوداني يكشف تهريب الجزولين إلى أريتريا، إسرائيل تعرض مساعدة عسكرية على دولة أفريقية لاستقبال مهاجرين أريتريين. الأنباء بالتفاصيل تأتيكم من إذاعة أسنة. يجري الدكتاتور الإريتري تغييرات جديدة في مفاصل الدولة، من شأنها أن تحكم قبضته على المرافق الحيوية في الدولة بمساعدة ابنه وابنته. وقال موقع فرجت من مصادر في أسمرة إن ابنة الدكتاتور إلسا أسياس أفورقي، والتي تبلغ من العمر 20 عاما، عادت إلى وزارة الإعلام تحت حراسة مشددة بعد تخطيها الأزمة النفسية التي مرت بها بعد عملية فورتو، حيث إنها كانت من ضمن المحتجزين في وزارة الإعلام، ويتم الآن تدريبها وتهيئتها وتعريفها بجميع الجوانب الإدارية بالوزارة، خاصة وإن مكان الوزير الشاغر، ويتوقع المقربون بأن رئيس النظام ليس في نيته تعيين وزير جديد، ويمكن الإشراف على الوزارة من قبل ابنته تحت إشرافه وتوجيهه.
أما الابن البالغ من العمر 28 عاما والذي تم حشره في الدفاع الجوي وتم تدريبه على الطيران التجاري والعسكري، يتم تهيئته ضمن التغييرات الجديدة لتسلم مقاليد الأمور المالية في البلاد. وكان البدء في مؤتمر الاستثمار الذي رعاه النظام الإريتري في أثمرة العام الماضي، وكان أبراهام أسياس أفورقي أبرز الحضور فيه. والآن تم تأسيس شركة هورنا لإنشاءات كذراع اقتصادي وحيد للنظام الحاكم، ويتركز نشاطها في مجالات الإنشاءات والمقاولات والتجارة وبشراكة مع شركات صينية وإيطالية. وسوف يتم وضع شركة السجن وشركة البحر الأحمر والشركة الوطنية للتعدين تحت سلطة شركة هورن الجديدة، والتي يترأس مجلس إدارتها أبراهام أسياس أفورقي، وهو المخول الوحيد في التصرف في كل التعاملات المالية المتعلقة بها والقادرة على إبرام الاتفاقيات التجارية مع أطراف أخرى دون مساءلة أو محاسبة. أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها إن القنصل العام لإريتريا سمري جبر مريم أبلغ بأنه شخص غير مرغوب فيه، ويتعين عليه مغادرة كندا في بداية هذا الشهر من شهر يونيو. وأضاف البيان إن كندا حذرت أريتريا مرارا إلى احترام العقوبات الدولية والقانون الكندي. ووصف وزير الخارجية الكندي جون بيرد قرار طرد الدبلوماسي الأريتري الوحيد المعتمد من كندا بأنه قرار يتحدث عن نفسه. وقالت كندا إنها ترحب ببديل القنصل المطرود تعيينه أريتريا، ولكن يجب عليه أن يكون مستعدا للعمل وفقا للقانون. وقال البيان محذرا: لا ينبغي أن يتم اختبار عزمنا مرة أخرى. كشف مصدر مطلع لموقع فرجت إن وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي طلب من رئيس النظام الإريتري عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وذلك أثناء لقائه معه في أثمرة الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر إن الدكتور أبو بكر القربي حذر نظام أفورقي من إن الاستمرار في تدريب الحوثيين ودعم المتمردين في جنوب اليمن سيؤدي في النهاية إلى تقديم اليمن شكوى ضد أريتريا إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. كما عبر الوزير اليمني عن قلقه من الانتهاكات المستمرة من قبل القوات البحرية الإريترية للمياه الإقليمية اليمنية أثناء مطاردة قوارب صيد يمنية أو قوارب تحمل لاجئين يحاولون الفرار من إريتريا إلى اليمن. من جهة ثانية، قال الدكتور فارس الثقاف مستشار الرئيس اليمني في حوار مع الشرق الأوسط إن أريتريا دولة تتعامل خارج الأعراف الدولية، وقال إن إيران استأجرت جزيرتين في أريتريا لتخزين الأسلحة، والحكومة تجري تحقيقاتها بهذا الخصوص ولم تخلص إلى نتيجة بعد حتى اللحظة. وكشف عن السبب الحقيقي وراء زيارة وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي إلى أثمرة، وهي تتعلق بالممارسات الغير القانونية التي تمارسها أريتريا ضد اليمن. وأضاف: الواقع يقول إن أريتريا هي شوكة في الخاصرة اليمنية من جهة البحر، وتشكل ثغرة ومدخلا لكثير من القوى، وخصوصا فيما يتعلق بإيران. وقال الدكتور الثقاف إن علاقة أريتريا متوترة مع اليمن وأثيوبيا وكذلك السودان، وأيضا ارتباط أريتريا بإسرائيل والسياسات الإسرائيلية في هذه المنطقة الهامة من البحر الأحمر يدخل أيضا من باب الخطوط الحمراء.
أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن مصرع 12 سودانيا وثلاثة أجانب على الحدود السودانية الليبية نتيجة انقلاب السيارة التي كانوا يستغلونها أثناء مطاردة بين مهربي بشر وحرس الحدود الليبية. وقد تم التعرف على 7 من الضحايا، بينما تبذل جهود للتعرف على باقي الضحايا الذين لم تكن بحوزتهم أوراق ثبوتية. وأبانت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إنها ستقوم باستدعاء القائم بالأعمال الليبية لطلب إجراء تحقيق في الحادث. وحسب إفادة الناجين، فإن مجموعة من السودانيين الراغبين في الهجرة إلى ليبيا بطريقة غير شرعية يبلغ عددهم ما بين 70 إلى 80 شخصا، تحركوا من مدينة أم درمان يوم 26 من مايو المنصرم مستغلين سيارات اللاند كروزر حتى الحدود الليبية، حيث استبدلوا هذه السيارات بسيارات مهربين ليبيين. وبعد عبور الحدود طاردتهم قوات حرس الحدود الليبية، مما أدى لإنقلاب إحدى السيارات نتيجة لسرعة الزائدة. وحذرت وزارة الخارجية السودانية المواطنين الراغبين في السفر إلى ليبيا من خطورة وانتهاج الوسائل غير المشروعة والتعامل مع مهربي البشر. وأوضحت أن الحدود الليبية مغلقة بقرار من وزارة الدفاع الليبية، وأن هذه المناطق تعتبر مناطق عمليات يتم التعامل معها وفق ذلك. هذا إلى جانب المخاطر الجمة التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين إلى ليبيا، والذين كثيرا ما يضلون طريقهم في الصحراء، مما أدى لعديد من حالات الوفاة عطشا. ذكر موقع عدوليس نقلا عن صحف سودانية إن البرلمان السوداني كشف عن تهريب كميات من الجازولين إلى أريتريا، مطالبا بتعجيل رفع الدعم عن السلع تدريجيا للحد من تهريبها ولخفض معدلات التضخم، فيما اعترف وزير المالية السوداني علي محمود بعجز حكومته عن السيطرة على التهريب. وقال: لا نقدر أن نمنع التهريب مهما كان، ولو تحت تهديد السلاح أو غيره الناس تهرب. وكشف عن حزمة إجراءات لمكافحة تهريب السلاح. وكشف عضو البرلمان أبو بكر الربيع عن تهريب كميات من الجزولين من كسلا لأريتريا، داعيا لرفع دعم اليوم قبل الغد للحد من الأمر. ويذكر إن أريتريا تعاني من شح كبير في المحروقات، مما يجعلها تعتمد بشكل رئيسي على الكميات التي يتم تهريبها من السودان بتشجيع من السلطات الأريترية. النبو الأخير في هذه النشرة. ذكرت وكالات الأنباء عن صحيفة ديوت إحرانوت إن إسرائيل عرضت على بلد أفريقي منحه مساعدات عسكرية مقابل استقباله أكثر من 1000 متسلل أريتري إلى الدولة العبرية، كما ذكرت الصحيفة. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن هاجاي هاداس موفد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل إلى اتفاق مبدئي مع دولة أفريقية لم يكشف اسمها لاستقبال بين 1500 و2000 أريتري دخلوا إلى إسرائيل بطريقة غير مشروعة، في المقابل حصول هذه الدولة على مساعدات عسكرية وتقنية وزراعية. وفي إسرائيل حاليا نحو 40,000 مهاجر بطريقة غير مشروعة من أريتريا، بينهم 1000 موقوف، ومعظم هؤلاء المهاجرين طلبوا اللجوء السياسي لكنه لم يمنح لهم، وهم يرفضون العودة إلى بلادهم خوفا من القمع.
وتحاول السلطات الإسرائيلية منذ سنوات إقناع المهاجرين غير الشرعيين بالرحيل. وللتصدي لظاهرة المتسللين هذه، بنت إسرائيل سياجا أمنيا على طول الحدود مع مصر، ما سمح لها عمليا بخفض عدد هؤلاء إلى الصفر منذ مطلع العام الجاري. ولجأت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا في مارس الماضي، معتبرة القانون الذي يسمح بتوقيف هؤلاء اللاجئين بلا محاكمة لمدة 3 سنوات غير قانوني. هذا وأدى وجود أكثر من 62 ألف مهاجر سري في إسرائيل تسللوا من سيناء إلى تظاهرات معادية للأجانب في العام الماضي. بهذا النبأ أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
متقرب وانت ترفع كفارة، انت ترفع متقرب وانت ترفع كفارة، شعب لي دينيته فتحوا لي دي والمرا، وحدة نوزوا العقبة وشعبوا لك بقارة، اقسم نتت عنده ونتعندق يا هو أباهي نفرح، اقسم نتت عنده ونتعندق يا هو أباهي نفرح، اقسم نتت عنده ونتعندق. أعزائنا مستمعي إذاعة أسنة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. سنقدم إليكم الآن ملخصا لتقرير خاص أعده موقع فرجتا عن الإدانة التي قدمها المجتمع الدولي بشأن الوضع المتردي لحقوق الإنسان في أريتريا، وذلك في اجتماع الدورة العادية 23 لمجلس حقوق الإنسان. ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته 23 العادية وذلك يوم 5 يونيو التقرير المقدم من المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان في أريتريا السيدة شيلا كيساروز. حظى التقرير في جلسة يوم الأربعاء وهي الثانية حول نفس التقرير الخاص بأريتريا اهتماما دوليا فاعلا خاصة من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول الاتحاد الأفريقي التي أجمعت كلها حول الوضع المتردي لحقوق الإنسان في أريتريا، وشددوا على ضرورة إقامة دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان. وقد أكدت معظم المداخلات على ما جاء في تقرير المقرر العام وطالبت بتمديد صلاحيتها. وقد تحدثت في الجلسة الثانية التي عقدت يوم أمس حوالي 15 دولة ومنظمة بالإضافة إلى عراب النظام في بريطانيا تسلم كيل جرهتو والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أريتريا السيدة شيلا كيساروس، ليصل مجموع الوقت الذي استغرقته الجلسة حول 41 دقيقة فقط. وقد طالبت السيدة شيلا كيساروس المجتمع الدولي بإبقاء أريتريا تحت المراقبة المستمرة ومساعدة الفارين من النظام بشتى الوسائل ولا سيما الأعداد المتزايدة من الأطفال والنساء. وكانت كلمة الولايات المتحدة تميزت بالحدة والوضوح في مطالبها، وقد انطوت مداخلة ممثل الولايات المتحدة ضرورة القيام بتغييرات جذرية في أريتريا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في أريتريا، واتفقت مع كل ما جاء في التقرير المقرر الخاص، وأبرزت اهتماما خاصا بالجرائم المرتكبة بحق المرأة والأطفال القصر غير المصحوبين بأولياء أمورهم. ثم جاءت كلمة سويسرلاند وجيبوتي حيث أكد مندوبيهما على ما جاء في تقرير المقرر الخاص. وأضاف ممثل جيبوتي على المجتمع الدولي ردع أريتريا لرفضها للتعاون مع مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بأريتريا وتمديد صلاحية المقرر، على أن يتضمن تقريرها القادم أجوبة واضحة حول مصير الأسرى الجيبوتيين الذين وقعوا في يد قوات الدفاع الإريترية في حربهم الحدودية مع جيبوتي. وكان لبعض الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا كلمات منفصلة بالرغم تأكيدهم على موافقة كل ما جاء في كلمة ممثلة الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا لم يمنعهم من أن يعبروا عن قلقهم البالغ تجاه ما وصلت إليه الأوضاع في أريتريا، خاصة ما يخص المرأة والأطفال والشباب وحول الخدمة الإلزامية غير محدودة الأجل والتعسف تجاه الحريات الأساسية لحقوق الإنسان. كما إن كلمة ممثل الاتحاد الأوروبي حملت في طياتها جملة أسئلة تتعلق بأساليب العمل لمقرر الخاص، إلا أنهم أكدوا على ما جاء في التقرير مع المطالب بتمديد صلاحية المقرر لفترة قادمة، داعية النظام الإريتري التعاون والاستجابة لمطالب المقرر الخاص ووفق ما يتطلبه القانون الدولي.
وأبدى من دوب أستراليا اهتماما خاصا لقضايا المرأة والأطفال، ووصفتها بالمخيفة والمقلقة، خاصة الأطفال القصر الذين يعبرون الحدود غير مصحوبين بأولياء أمورهم، وأكدت على ضرورة تمديد صلاحية المقرر لفترة قادمة. وجاءت كلمة بيتسونا والمنظمات الحقوقية التي جاءت على نفس المنوال تأكيدا على التقرير ومطالبة بمواصلة العمل حتى يتم رضوخ أريتريا المطالب المقرر الخاص لزيارة أريتريا والوقوف على أوضاع حقوق الإنسان. ومن المنظمات البارزة في الجلسة الثانية كل من منظمة Human Rights Watch، منظمة شرق أفريقيا لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولي. وجاءت كلمة عراب النظام ولم يكن أمامه سوى أن يرمي باللائمة على أثيوبيا في كلمته التي لم تتجاوز 3 دقائق، وقال إن كل ما يحدث في أريتريا الآن سببه أثيوبيا، وإن ما يرتكبه نظامه وجنرالاته من جرائم لا سبب لها أو الدافع سوى احتلال أثيوبيا لبعض المناطق الإريترية في حربها الحدودية مع أريتريا، وكأن ما يعتريهم هو حالة نفسية ومزاجية سببها الجند الأثيوبي المحتل في سارونا أو زيلمبسة، مما يؤدي بهؤلاء بقتل الناس وسحلهم. وبعد تعليق كل شيء على شماعة قضية الحدود، إمبرا يتحدث عن سجل النظام الأثيوبي في مجال حقوق الإنسان وما يرتكبه من جرائم، خاصة في بعض أقاليم المعارضة الأثيوبية التي يتم علفها وتسمينها في أريتريا على حساب الشعب الإريتري. ولم يجد العراب والدي جرهته سوى تعاطف من ممثل جولة كوبا، وكأنه يقول كلانا في الهم واحد. الجدير بالذكر إن ممثل إستونيا وكذلك المقرر في معرض ردها على كلمات الأعضاء تحدثا على أهمية دور المنظمات المدنية في عكس حالات عدم احتراف حقوق الإنسان، وطالبها بأن تلعب دورا أكبر في تعميق مفاهيم حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أيضا إن المقرر الخاص بحقوق الإنسان والمعنى بأريتريا رفعت تقريرها إلى الاجتماع 23 العادي لمجلس حقوق الإنسان، وهي عبارة إلى ملاحظات أولية حول وضع حقوق الإنسان في أريتريا ويحتاج إلى مزيد من العمل، وذلك نتيجة لعدم تجاوب النظام الإريتري مع مطالب المقرر الخاص. فالمعلومات التي اعتمد عليها التقرير تم جمعها مباشرة من ضحايا النظام مباشرة، وذلك عبر جولة شملت معسكرات اللاجئين في كل من أثيوبيا وجيبوتي، والتي أبدت ترحيبا بمهمة المقرر الخاص وقدما لها التسهيلات اللازمة للالتقاء باللاجئين. وبالرغم وجود أكبر رقب بالسودان، لم يتمكن المقرر الخاص من زيارة السودان لظروف لم يفصح عما إذا كانت تتعلق بموقف الحكومة السودانية من المقرر الخاص أم لها علاقة بظروف المقرر الخاصة. وقد زارت المقرر الخاص كل من أثيوبيا وجيبوتي في الفترة من 30 من أبريل إلى 9 من مايو المنصرم من هذا العام. وتناول التقرير الذي أعدته المخاوف الأكثر خطورة لحقوق الإنسان في أريتريا، وتشمل هذه المخاوف القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاحتجاز والاعتقال التعسفي والتعذيب والسجن تحت ظروف غير إنسانية والخدمة الإلزامية الغير محدودة وعدم وجود حرية التعبير والرأي والتجمع والتكوين الجمعيات وحرية ممارسة الشعائر الدينية. كما إن التقرير تناول مجموعة من التوصيات للنظام الإريتري والمجتمع الدولي والرامية إلى تحسين واحترام حقوق الإنسان في أريتريا. سواء
وانا بردي كنا بكوبو سوا باريس سقيرة قد حبي ابسو مع بقلبه وانا بردي كنا بكوبو سوا باريس سقيرة قد حبي ابسو مع بقلبه مهرجانا يمكن اللي بيلنا حليتا نمر في
الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. سنقدم إليكم الآن التوصية أو توصية المجتمع المدني الأفريقي الذي يدعو فيها الاتحاد الأفريقي إلى التحرك بخصوص أريتريا، وهو من ترجمة موقع فرجت دوت نت. كتب يوم 23 من مايو المنصرم إلى وزارة الشؤون الخارجية في أفريقيا الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي، الممثلين الدائمين للدول الأفريقية إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في وثيقة تبنتها العديد من الجهات والمنظمات تقول إن طبيعة انتهاكات حقوق الإنسان في أريتريا على نطاق واسع مستمر وممنهج، وهذا يدعو إلى اتخاذ إجراءات مستمرة وملحة من قبل الاتحاد الأفريقي. التوصية: يدعو المجتمع المدني الأفريقي لاتخاذ إجراءات بشأن حالة حقوق الإنسان في أريتريا. أصحاب السعادة، نحن الموقعون أدناه من ممثلي المجتمعات المدنية الأفريقية نقدم لكم تحياتنا وتهانينا بمناسبة الذكرى 50 للاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية. انعكاساً لموضوع عام 2013 باعتباره عام الوحدة الأفريقية والنهضة الأفريقية، نحن نكتب لدعوة الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على الحالة المزرية من الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان في أريتريا، خاصة في ضوء الموضوع الفرعي للاحتفال لتعزيز السلام والأمن في أفريقيا. نلاحظ مع التقدير اعتماد قرار بتوافق الآراء عن حالة حقوق الإنسان في أريتريا في الدورة 20 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر يوليو عام 2012، بناء على توصية من نيجيريا وجيبوتي والصومال. من المشجع أن نرى خطوة هامة وإيجابية إلى الأمام من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الأريتري المنبثقة من أعضاء المجموعة الأفريقية. المقرر الخاص للأمم المتحدة على أريتريا التي أنشئت بموجب القرار 2012 يوليو سوف يقدم تقريرا يسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان في أريتريا في يونيو حزيران عام 2013، كما جاء في تقرير المقرر الخاص مما لا شك فيه يثبت طبيعة واسعة النطاق والممنهجة والمستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان في أريتريا، وهذا يدعو ويؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مستمرة وملحة من قبل الاتحاد الأفريقي. ولا يزال المسؤولون الحكوميون والصحفيين المستقلين في السجون بسبب اعتقالات التعسفية في سبتمبر عام 2001، أما في الحبس الانفرادي أغلقوا حتفهم منذ ذلك الحين، وتم القبض على الآلاف من الإريتريين وسجنوا من غير تهم أو محاكمة لسنوات لمجرد أنهم انتقدوا الحكومة أو كانوا ينتمون إلى ما يعرف من الحكومة باعتبارهم جماعة دينية خاطئة أو الرفض للامتثال للخدمة الوطنية إلى أجل غير مسمى المفروضة على جميع الإريتريين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً. التعذيب، الاعتقالات، القتل والخدمة الإجبارية شائعة في أريتريا في ظل هذا النظام الحالي. لا منظمات المجتمع المدني المستقلة لديها الصلاحية والتصريح للتعامل داخل أريتريا، ومنذ عام 2001 لم يكن هناك أي وسائل إعلام محلية مستقلة. على المستوى الأقليمي قد أثيرت هذه القضية الأريترية مرارا وتكرارا في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الذي اعتمد قرارا في عام 2005 يدين انتهاكات حقوق الإنسان في أريتريا في قرارين منفصلين في عامي 2003 و2007، ووجدت اللجنة أيضا قيام الحكومة بانتهاك الحقوق الأساسية الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وطلبت الإفراج عن مسؤولين حكوميين مسجونين
معزل عن العالم الخارجي من سبتمبر عام 2001، وعن 18 صحفيين على الأقل محتجزين أيضا بمعزل عن العالم الخارجي إلى أن تتاح لهم فرص الوصول إلى محاميهم. عفوا. على الرغم من أن تلك القرارات قد اتخذت من قبل الاتحاد الأفريقي، إلى تاريخ اليوم أريتريا لم تقدم أي استجابة ملموسة أو تصرف لتنفيذها. في هذا العام من احتفالات اليوبيل الذهبي، الشعب الإريتري ليس أحرارا في الاحتفال جنب إلى جنب مع بقية أفريقيا. إذا كانت الرسالة أفريقيا واحدة من أجل تحقيق الازدهار والسلام، أن يكون معنى حقيقي، ونحن نعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للاتحاد الأفريقي وجميع الدول الأعضاء فيها للبدء للمشاركة المستمرة بشأن حالة حقوق الإنسان في أريتريا، بحيث يجوز شعبها يمكنه الاستفادة من الحقوق والحريات الأساسية المنصوصة عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعب. خلال مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في أديس أبابا بين 19 و27 من مايو عام 2013، وبالتالي نوصي أن الاتحاد الأفريقي والدور الأعضاء فيها تشجيع حكومة أريتريا لضمان التنفيذ الفاعل لمقررات الميثاق الأفريقي على أريتريا، والسماح بالوصول إلى البلاد لآليات خاصة من الميثاق الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دعم تجديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أريتريا في مجلس حقوق الإنسان في يونيو حزيران عام 2013، ضمان حماية اللاجئين الإريتريين في ولاياتهم وفقا لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية عام 1969 التي تنظم جوانب محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا. أصحاب السعادة، نشكركم على اهتمامكم بهذه المخاوف. نحن لا نزال على استعداد لتقديم المزيد من المعلومات التي قد تكون مفيدة مع خالص التقدير. المؤسسات هي العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب بوروندي، المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، منظمة أرايا لحقوق الإنسان والتنمية، المادة 19 شرق أفريقيا، أروشا شبكة المنظمات غير الحكومية تنزانيا، رابطة نساء خبراء قانونيات بوروندي، جمعية الوطنية من أجل محو الأمية للبالغون السنغال، قاعدة لنشر التعليم تنزانيا، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان جامعة بريتوريا جنوب أفريقيا، المركز لغينيا لترويج وحماية حقوق الإنسان، نادي الاتحاد الأفريقي ساحل العاج، ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، ائتلاف ساحل العاج من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، منظمات منتدى المجتمع المدني شرق أفريقيا، مشروع مدافع حقوق الإنسان شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، أريتريين من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية المملكة المتحدة، المنتدى من أجل الضمير والتنمية، منتدى من أجل تقوية المجتمع المدني، مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان، الحرية تجول أوغندا، اهتمام حقوق الإنسان أريتريا، منتدى التوعية والترويج لحقوق الإنسان أوغندا، معهد حقوق الإنسان جنوب أفريقيا، وحدة مستقلة الطب القانوني، معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا، القسم الكيني للجنة الدولية للحقوقيين كينيا، رابطة حقوق الإنسان في منظمة البحيرات الكبرى، الجمعية القانونية ملاوي، مجتمع متعدد البيئية تنزانيا، مؤسسة الزيتوني تنزانيا، نظرة للدراسات النسوية، الإفراج أريتريا،
شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا الوسطى. الشبكة النسائية المدافعين عن حقوق الإنسان توغو. المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي. التحالف التنزاني للدفاع عن حقوق الإنسان. شبكة غرب أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان. منتدى زيمبابويين في المنفى. Thank you.
حكم عور بو عرينا حكم قتل قره رحم الشعب ألبو أمبالا فاشل كراسيبو شعبنا الشعتران وايو حقا وقربو شعبنا كنوايت حاردا ودازا كلاويه شعبنا كنوايت حاردا ودازا كلاويه ميتو لزمو شعبنا أفوكنك بهدالا أري عيطوت قاء أتكل أكنكم أرى أرزد قبض ديبو شبابنا إقرا ودي آمرا مدر على يوغ أوطانو ويمكاري تبكارا مدر على يوغ أوطانو ويمكاري تبكارا رب لبهد الله سياس بهد الله يشعب إرتريا دمو لقبع حكموم حكم لازم تطوى مافيا أم ألكا قارا أنت وسب شركة كارشيديا أم ألف عذاب دير على بخمتا وأزيما ممكن ينسيا أنتم نمير حكي الشعب اكيتك يا أنتو لرقيا أنتم لمير حكي الشعب اكيتك يا أنتو لرقيا تاريك كل إكا وهدف تاريك تسلين وبالي سكابك لكوما شعبنا أم ألتك بأولالي دم حكمكم لقباء كرامانكي وكتشا وشارلي كبدنا حليب حلبة أبتا لفارس سعيد ود علي كبدنا حليب حلبة أبتا لفارس سعيد ود علي جهراء يتمسل زهراء لا يتكسروا حتى يناير شعبوا أمة تتقلبوا فقرأ الطوب بشاير قدما التلهاي موك قلب يحزع له وساتر فنطور له لأقل بلاس وفرور لا تقل عاير فنطور له لأقل بلاس وفرور لا تقل عاير قبدو حرق رقا لبا فارس حقو بدير أسقرا بداريك وقع لنا سقيا حلينا أسرا إسات لبلوال لعاج آك أيوم أسرا لبون بدا أكتوم لكيد مكو أزناب فرا وراقوم ندا وكراس يوم سابرا وراقوم ندا وكراس يوم سابرا أسكبنا ومي تمثل أسك أرضنا يتحررا شعبنا عدو أقل إبتير اللي تو شبابنا أسقرا ساكبيت أمسل السياسة السيطان جاكاتو يا عرار واتأنا أبدأ ما تؤتو وإن رديو أبلؤكم سكارا واتأنا أبدأ ما تؤتو وإن رديو أبلؤكم سكارا للحد تجاري ونبني ورمر ميز من الحد قام عايزوكو مدر مني بلع الدنيا ترجمة نانسي قنقر.
تترف كراي وكل قدم تتمني.